السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. حبيت بهذا المقطع نحكي شويه اخبار متفرقه. الخبر الاول هو عن شركه الفيسبوك. فعلا الموضوع مستفز جدا، بفرجيكم قديش نحن عايشين ببلد او بعالم اعمى، وان معظم المشاكل اللي عايشينها احنا اليوم بسبب امريكا وبسبب هذا النظام العالمي اللي موجود حاليا اليوم بهاي الدول اللي فعلا استعماريه ودول مستكبره. بتفاجأ بخبر بسمعه اليوم انه شركة الفيسبوك والانستغرام قال نسمح بشكل مؤقت للخطابات التي تدعو للعنف ضد روسيا وضد الرئيس بوتين. قال اي حدا بيفوت بيكتب على الفيسبوك انه كلمات فيها شتيمة او فيها عنف او تدعو للقتل، لقتل الجيش الروسي او قتل بوتين، قال هذا الشيء سنسمح فيه بشكل مؤقت. طبعا هن بشكل مؤقت فما يعني ما في عليهم عتب، يعني بشكل مؤقت يعني ما شيء ما بزعل. فبفرجيكم قديش نحن عايشين بعالم قذر، عالم اعمى، واذا شاف بيشوف بعين واحده هذا العالم اللي احنا عايشين فيه. والاقبح من هيك انه الشعوب الغربيه فعلا تساق مثل القطيع. يعني انا ما بعرف انتوا، يا اما انتوا ما بتحبوا العنف في المره ضد اي واحد كان يعني او اي بلد إن كانت او تحت اي ظروف، او انتوا شعب عنيف. اما تقول لي انا بالفيسبوك ما نسمح بالعنف، العامه مرات فتره كل ما نكتب كلمه بطلنا نعرف نكتب، كل ما بتكتب كلمه حظر وانذار وكلامها غير ملائم وغير لائق، وكل ما عم نحكي شيء او استرجي بكلمه فيها كلمه اسرائيل او شيء. متفاجئ اليوم صار في بقول لك شو قال نسمح بالعنف بشكل مؤقت، ان الخطابات تدعو للعنف. والله شيء مش طبيعي. يعني هلا صار بده يسب مثلا اسرائيل او يسب حدا ثاني يحط بظهر بوتين، هو عم يسب بوتين ويكون قصده اسرائيل. في شيء غريب، في شيء مش طبيعي. هاي امريكا قسما بالله انه اكثر مشاكل العالم، اذا مش كل مشاكل العالم هي من وراء امريكا. يعني اول دوله عملت قنبله ذريه هي امريكا، وأول دولة استخدمت القنبلة الذرية هي أمريكا. يعني أنت ممكن تعمل القنبلة الذرية بس ما تستعملها يا أخي، تعتبرها بمفهوم أنه قوة الردع أو أنه ترهبون به عدو الله مثلا. بس أول دولة عملتها القنبلة الذرية واستعملتها ومرتين مش مرة واحدة هي أمريكا، لتنهي فيها الحرب العالمية الثانية. أكثر دولة مصدرة للجنس والأفلام الإباحية بالعالم أمريكا. تخيلوا قديش في ناس عم تتضرر أجيال وراء أجيال من وراء هاي الأفلام اللي عم تعملها أمريكا. أكثر دولة بتصدر أفلام إباحية هي أمريكا بالجنس. الدولة اللي صدرت الرأسمالية للعالم هي أمريكا، والرأسمالية معروفة شو هي. يعني أنت عم تمحي شيء اسمه طبقة وسطى، عم تعمل أغنياء غناء فاحش وفقر فقراء بشكل مدقع مثل ما بقولوا. أكثر دولة عملت حروب هي أمريكا بالعالم. شوفوا عدوا حروب أمريكا، ما في رئيس إلا يعني على درجة إنه صاروا يتمسخروا عليها حتى الأمريكان نفسهم بالبرامج التوك شو، إنه إحنا دولة عن يعني بسبب وبدون سبب بنحب نروح ندمر الدول الثانية. هذا النظام العالمي الموجود اليوم، ما هو معظم يعني كل مشاكلنا اليوم بهذا الزمن هي بسبب هذا النظام العالمي اللي جابته امريكا، اللي هو نشر الفساد والفتن والفواحش ونشر الالحاد ونشر المثليه ونشر الحركات النسويه اللي حكيت عنها شو هدفها مقاطع تاني، اللي هو زياده عدد دافعين الضرائب بالعالم وضرب الاسره. النظام الراسمالي كل مشاكلنا اليوم منه، الحروب، بيع الاسلحه، الحروب البيولوجية لحتى يطلعوا لها أدوية ويطلعوا لها لقاحات إذا بدها عد ما بنخلص. استعباد الدول واستكبار الدول وخلوا الناس عبيد للمال وشو ما بدكم، انقلابات، وهذا كله له نفس هذا النظام هو اللي جايب هاي المشاكل. فسبحان الله، يعني بتلاقي عشان بكل بجاحة بكل وقاحة بتطلع لك وبتقول لك نسمح بخطابات اللي تدعو للعنف مؤقتا. سبحان الله، وما بتشوف حدا بيطلع بنداد من العالم الغربي قطيع وماشي. ما بعرف
مش عارف ايمت الدول العربية ولا الاسلامية او دول يا اخي مش العربية ولا الاسلامية محترمة عند مبرمجين تقدر تعمل منصات مثل فيسبوك وانستغرام وتنافس هاي الناس. شو صعب بالموضوع يا اخي؟ مش فاهم انا. تنافسوا هاي الناس يا اخي، اعملوا منصات محترمة شريفة، يا اما تفتح الباب للاخر بحرية لكل الناس، اللي بده يسب يسب، اللي بده يشتم يشتم، او بنمنع هذا الشيء على كل الناس مش على ناس وناس. يعني انا مش فاهم ليش هالهجمة كلها اللي طالع على بوتين على اساس انه رؤساء الغرب اشرف منه. لك ما هن دبحوا العالم وقتلوا العالم وحروب وما خلوا شيء اللي مسوينه، هي هدول العالم. قلت لكم من يومين ترامب بتمه قال نحن لدينا قتل كثر، لدينا قتل كثر اكثر من 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 روسيا، يعني قصده كل رؤساء امريكا معظمهم قتلة. ليش هذا بايدن اللي قاعد هلا عامل عم يعمل لي عم بيعمل عقوبات ومعقوبات ليش هذا شريف؟ ما هذا ما خلى ايديه كله دم. وشوف كيف منظره، انتوا افتحوا لي على الاخبار وشوفوا لي كل المتحدثين باسم السفاره الامريكيه وباسم الدوله الحكومه الامريكيه، قسما بالله قسما بالله عليهم وجوه عكره، عليهم وجوه مصاصين دماء، عليهم وجوه ناس مرضى مكتئبين. يعني في واحدة هلا حطيت لكم صورتها هلا ان شاء الله، على صورتها شكلها مش طبيعي، شكلها مصاص الدماء، شكلها مريضه معقده. وهذا الثاني المتحدث باسم الحكومه الامريكيه ما بتاخذ منه لا حق ولا باطل، انسان وسخ ومريض. يعني حتى هو هذا مشهور بالصحفي اللي كان عم بيقول له على الفلسطينيين انه بالكيان الصهيوني وين بده يروحوا لمين بيلجوا اذا تعرضوا للاذى، فهذاك ما كان يجاوبه، يرجع يقول له وير ديد ذي جو، يرجع ما يجاوبه، يرجع وير ديد ذي جو، وير ديد ذي جو، وير ديد ذي جو، بس يعمل له هيك قرفوا ناس ابليس لابسين ثيابه بدل بس وجوههم طافحه، وجوههم واضحه لبرا. ولا هذا الكندي رئيس وزراء مش عارف شو هو اللي كان عامل لقاء على على الاونلاين، قام خلص اللقاء وما طفى الكاميرا، راح بول بالمك قدام الكاميرا، بول بالمك، يعني بكاسه الشرب. مش فاهم فيش عندك حمام؟ بس ناس قذره، هاي الناس اللي ماسكه العالم اليوم اقذر ما يكون. ولا ملكه بريطانيا اللي مش معروف شو دينها، شو بتعمل، شو بتسوي بالاطفال وغيره، ولا البابا شو بيسوي بالاطفال وغيرهم. في امور يعني شاذه موجوده بهذا العالم بتحس ما حدا بيسكت بيحكي عنها. يعني في رجل عند البابا بالفاتيكان بعتقد او ما بعرف شو، بس هو يعني رجل قسيس واضح شو لابس وكذا، ماسك الطفل، الطفل مقهور منه متضايق، عم ضربه، ضربه للطفل. اجى الاب بتضايق منه قال له اتركوا اتركوا للطفل. طب وين العالم؟ ما شفنا حدا قام حكى. بنشوف هون الناس السوسيال بياخذ الاولاد، قال والله في عنف، ما هذا على التلفزيون قدامكم في عنف قدامك، ضربوا للطفل قسيس، ما حكيتوا معه مبين. يعني انتوا عم تاخذوا الاولاد من اهاليها بسواد لمجرد الشك. امبارح عم اشوف مقطع لمعلمه سعوديه بمالمو يمكن راهبيتهم بالصف للطلاب العرب، عم تخبط لها للبنت على الطاوله وبتبهدلها وبتقول لها انت بقيت قديش صار لك بسواد وباي حق ما بتحكي لغه، وبتعطيك البنت تقول لها انا خايف، بتقول لها شو خايف، اقعدي هون اقعدي هون، بتقول لها وسكرت الباب. وين وزاره التعليم بسواد؟ واللي قهرنا اكثر من هيك هن الناس نفسهم العرب اللي قاعدين بالصف، هدول البنات النسوان اللي قاعدين العرب كل واحده لسانها هيك على بعض، ما شفنا حدا قام حكاها كلمه. في واحد شاب، في شاب انا مش فاهمه هذا شاب ولا مش شاب، يعني مع احترامه له، بس في شيء مش طبيعي، قاعد ولا فاتح تمه، قال وهي قاعده عم تبهدله، هو البنت عم تحكي بتقول له انا خايفه، والمعلمه بتبهدلها اكثر واكثر. لو وحده اوكرانيه جاي خايفه بيعملوا لها اللي بدها اياه، قال انا خايفه، والشاب ساكت. لكن انت باي اي مخ انت عندك يا زلمه، كيف تتركها وساكت؟ مسكها غصب عنها قول لها تعال هون، ليش عم تحكي معنا هيك؟ هي بدي انا بالصف، لو انا عندها بالصف لافرجيها قيمتها. بس كنت العمى منا بشر، في امور مش طبيعيه عم تصير حوالينا ما بينسكت عنها. يعني امبارح جاينا بلاغ بالصيدليه
تعميم من وزارة الصحة ومن الهجرة، عليه ختم الهجرة بفرجيكم إياه. قال اللاجئ الأوكراني تفتح له الأبواب ويعامل من أول يوم وصل على البلد إقامة مؤقتة دغري، بدون أي تحقيق، بدون أي تفتيش، بدون أي شيء، على أساس الأوكرانيين كلهم أنبياء ومن آل البيت. ما فيش أوكراني أزعر، ما فيش أوكراني محشش، ما فيش واحدة أوكرانية بتبيع نفسها عشان الجنس، لا حرام. بينما نحن لما جينا هون لعنوا سنسفيلنا بالتحقيق، وبدنا نعرف شو بتسوي وشو بتعمل وشو مع مين كنت، واذا كنت تقاتل ولا ما كنت تقاتل، وشو نوع السلاح وشو نوع شبريتك، واذا كنت توقف مع ابو سطور ولا مع ابو شهاب بباب الحاره، وشو عندك شرط اعاله وعندك بيت وعندك مش عارف شو، وشو عندك اموال وشو عندك، وشو كنت تعمل ببلدك وكيف اجيت، شو الطريقه. هذا كله ما شفناه هلا. واللي بيقول لي انه والله الاوكرانيه غير العرب بده احط اصابعي بعينيه، لانه الاوكراني لو افترضنا مثل ما هن عم بيقولوا هو لا اتحاد اوروبي ولا من حلف الناتو، هو بس باوروبا. يعني هلا هن عملوا هيك مع البوسنيه لما اجوا على 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 السويد وقت ما كان في عندهم حرب ايام زمان، ما عملوا هيك. طب ما البوسنيه كمان بيضوا شور وكمان باوروبا، ولا ناس وناس، لانه البوسنيه مسلمين. الاوكرانيه معروفين شعب عندهم عنف وعندهم مافيات وعندهم جنس مقابل المال وعندهم مخدرات وعندهم فساد مالي وعندهم، وحتى لغة انجليزية بيحكوش، يعني ما في common language بينه وبين الشعب السويدي. لا شوف بكرة كيف يتعلموا لغة هذول. نحن جينا من اول 3 سنوات ومن اول 2 صرنا عم نشتغلوا بالجامعات. هلا بدي اعمل لكم مقطع ان شاء الله بكرة بالعطلة، حفرجيكم انا قديش دافع ضرائب هاي السنة. هلا وصلنا للتصريح الضريبي، حفرجيكم اياه قديش دافع ضريبة هاي السنة انا، وشو شو شو عامل بهذا البلد من اول ما فتت. واربع سنوات نطرت لعملوا لي لمشمل اولاد الكلب وتعذيب وبتسمع شتيمتك كل يوم بالتلفزيون كلاجي. حتى انه صاروا السياسيين لما بده يحكوا عن العرب واللاجئين او يحكوا عن اي طفل مهمل بمدرسته او طفل مثلا بدوش يندمج، بالمصطلح السياسي بسموه حسن. بقول لك حسن، قال اسمه حسن، يعني هذا رمز عن اي طفل لانه مش مندمج بالمجتمع وكذا. وين الجاليه العربيه اكبر جاليه بالبلد؟ انا هاي السنه دافع مبلغ خطير ضريبه وفي مثلي متايل وعلى عيني وعراسي، بس انا لي حق كدافع ضريبه انه اموالي ما تستعمل لنشر الحروب برا السويد ولا قتل الناس، هذا حقي. وحقي كمان كدافع ضريبه بهذا البلد اني ما اسمع شتيمتي ليل نهار على التلفزيون كمهاجر وكلاجئ او كمسلم. بالوقت يلي بنشوف الدنيا بتنرعد لما يصير في شيء اسمه معاداة سامية او حدا يقول لك يقرب على شيء خاصه بالكيان الصهيوني لو كانوا عم بقتلوا العالم. لا مش لهالدرجة، لا لا مش مطلوب تكونوا لا عميان ولا بعين واحدة، كون اعمى ولا تكون تشوف بعين واحدة احسن. في كتير مواضيع حبيت احكي فيها بس صرت راح اوصل على الشغل. بكفي ان شاء الله، في عندي مقاطع كتير محضر لكم اياها بس ما في وقت. المشكله شايفين عم بصور، انا دائما عم بصور صرت بالسياره لانه ما في وقت. دير بالكم حالكم، شوفكم ان شاء الله المقطع الجاي، كان معكم خالد، واكتبوا لي تحت بالتعليقات ما تخافوا، اكتبوا وانشروا هاي المقاطع. السلام عليكم.